بسم الله الرحمن الرحيم. نظر صراحة على برنامج اوتوكاد 2011. دلوقتي تعالى نرسم مثلا ريكتانجل. لما اجي اقف على اي عنصر بلاقي فيه خط نقطة ظهرت زيادة مكانتش موجودة في الاصدارات اللي قبل كده. لما بقرب منها بيجي لي ستريتش ودي فيرتيكالز وكونفيرت تو ارك. ستريتش بيديني ان انا اعملها ستريتش على طول، ودي فيرتيكالز بيزود لي نقطة بحيث النقطة دي اقدر اتحكم فيها. تمام. الحاجة برضو اللذيذة قوي convert to arc، خلاص ده بقى ايه arc واقدر اشتغل بيه على انه arc. دي خاصية حلوة قوي. تاني خاصية حلوة برضو كويسة عجبتني ان انا ممكن ادوس على اي عنصر وانا عامل select عليه او اكتر من عنصر، كليك يمين واختار من isolate، اقول مثلا isolate object يعني اخفيله كله وزر العنصر ده بس، ما بقاش زي الاول isolate layer، لا ده عناصر. تمام. فممكن مثلا يكون عندي كذا عنصر موجودة في اللير، اختار مثلا عنصرين منهم اقول له هما دول بس اللي يظهروا والباقي كله يختفي، او هما دول اللي اختفوا والباقي كله يظهروا، اقول له مثلا هاد اوبجكت عنصر تختفي. لاحظ ان لما بعمل كده الشكل ده بيتغير. تمام. اجي هنا الاقي عندي حاجة اسمها هايد اوبجكت اند اوبجكت ازوليت ازوليت، اختار منها اند اوبجكت ازوليت. تمام. الاقي الحاجة ظهرت قدامي تاني واللمبة بقت اصفر. تمام. دي خاصية حلوة. وبرضه في حاجة تانية ان انا ممكن مثلا اجي على عنصر زي العنصر دوت. تمام. اول ما بقف عليه لو هو في كذا عنصر، يعني هنا موجود في خط في بول لاين، تظهر لي القائمة دي قائمة سيلكشن، بحيث اقول لا انا عايز اللاين، عايز البول لاين. تمام. يعني لو جينا على حتة زي دي مثلا اهي قربت منها، خلاص بيقول لي انت عايز تختار اللاين ولا البول لاين ولا اللاين، التلاتة فوق بعض، فانا مش قادر اعمل سيكت عليهم. لا هو دلوقتي بيديني طريقه سهله ان اختار واحده من التلاته دول، اول نن. تمام. انا ممكن اقول باي لاين، خلاص عمل لي سيلكت على البول لاين دوت. في حاجه برضو كمان انا ممكن ادوس كليك يمين على العنصر واقول له سيلكت سيميلر، اعمل لي سيلكت على عناصر مشابهه للعنصر دوت واللي موجوده مع نفس اللاير. تمام. خلاص عمل لي سيلكت عليهم كلهم. ماشي. حاجة كمان برضو دلوقتي مثلا انا عايز ارسم بول لاين بنفس الخصائص بتاعته والالوان وكل حاجة، كليك يمين واقول له ايديت سيلكت، ارسم لي عنصر زي ده، لو بول لاين ارسم لي بول لاين، لو سيركل ارسم لي سيركل، نفس كل حاجة. ايديت سيلكت بيقول له خلاص ابدأ ارسم البول لاين اللي انت عايزه بنفس الخصائص اللي مرسومة بيها هناك. دي بعض الخصائص اللي موجودة الجميلة جدا في اوتوكاد 2011. برضو القائمة دي مكانتش بالإمكانيات اللي كانت موجودة، كانت موجودة في 2010 و9 بس مش بنفس الإمكانيات ديت. دي كمان برضو فيها شوية إمكانيات حلوة. الحاجات اللي اتطورت برضو ال action record ده برضو فيه شوية تطور حلو، بيديني إمكانية إن أنا أسجل كذا خاصية ورا بعض، دي كانت موجودة في 2009 و2010 بس في 2011 برضو بدأوا يحسنوها شوية. عمرو سليم.